أول حاجة لازم نكون جاهزين قبل ما نبدأ استخدام التطبيق بأننا نكون جالسين في مكان هادي ومعانا قلم والنوت بوك بتاعتنا والكتاب. بنبدأ استخدام التطبيق من هنا، بن join meeting، وفي المكان ده بنكتب الكود اللي بيتبعت لنا من البريتش كونسل. ولازم نتأكد من ان اسمنا مكتوب بشكل صحيح باللغة الإنجليزية. بعد كده join. ودلوقتي التيتشر بتاعنا بيسمح لنا بدخول الميتنج. مهم جدا من ان احنا نشوف الرسالة اللي بتظهر لنا، اللي هي بتسمح لنا باستخدام الميكروفون او الاوديو بتاع الموبايل اللي احنا بنستخدمه. وحاليا احنا كده جوه الميتنج، بنقدر نتحكم في الاوديو والفيديو بتاعنا، بمعنى ان انا اقدر اعمل ميوت او ان ميوت لنفسي، برضو اقدر استخدم الكاميرا او اقفلها لو انا حابب. بس زي ما انتم شايفين تطبيق سهل جدا استخدامه، و enjoy your class.